السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على ليبرا ديال التسمم الدموي اللي كتصبر العام ديال الليموراجي هذيك كديروها لهم، ولكن واش صالحة؟ يعني التاريخ ديالها نقولوا جا واش صالحة الأمهات والحوامل ولا لا؟ هي في الحقيقة أنا سولت البيطري هذه بعد هذا الأنثى هذه راها وصلتها النوبه انها تدق ليبره، ولكن دابا راها حامله. قال لي لا، ما تعطي ما تدق لهاش ليبره الا كانت يلاه تزوجت، ولا يلاه كانت كترضع ممنوع تدق لها ليبره. انا كنعرف الناس كيربيو كي 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 الارانب، قالوا لي لا، ولكن هذا البيطاري قال لي بغيت تحيد عليك الشك انك منين تدق ليبره خاصها تكون ما تزوجتش، يعني ما تكونش حامله، وخاصها ما تكونش كترضع، لان هذاك الشيء كيدوز مع الحليب عكس ليبرا ديال التسمم المعوي اللي كنت قلت لكم في الحلقه اللي فاتت. هذيك ليبرا ماشي مشكل، تقدر تقولها ليبرا وهي حامله او هي والده وهي عشار، ماشي مشكل. اما بالنسبه لهاد ليبرا ديال التسمم الدموي هذه لا، اللي كتصبر عام. كاين التسمم المعوي حتى هي كتصبر عام، ولكن كاين فرق ما بين التسمم المعوي والتسمم الدموي اللي هو ليموراجي. هذيك كاين صح بها ان ما الا كان التاريخ ديال الانثى وصل انها خاصها تدق ليبره، من الاحسن يعني ما تعاشروهاش مع الزوج، مع عفوا مع الارنب الذكر، ما تعاشروهاش معاه، خليوها واحد المده واحد 15 يوم وهي ترتاح، باش قال لك هذاك الليبرا ما تضرش الصغار ديالها، ما تضرهمش، يعني ما تمشيش مع الحليب وتضرهم. هذه فكره مهمه خص الواحد يحتاط منها. انا سولت الناس، قال لك حنايا غير كان واخا تكون حامله نقولها ليبرا، واخا تكون كترضع نقولها ليبرا. هو قال لا، كتاثر على الصغار، احتاطوا من هذه القضيه. اما بالنسبه لليبرا ديال التسمم المعوي اللي هي ديال الكبده وديال المراره، هذيك ماشي مشكل، نقدروا اننا ندقوها لها واخا تكون عشار ولا تكون حامله ولا تكون كما بغات تكون. اذا المعلومات في الحقيقه راه قيمه، الشيء ديال الدوايات حاولوا انكم ما تفلتوش اي حاجه، لان الدواء هو قدامكم، ولكن خص الطريقه والكيفيه ديال الاستعمال ديالو. انتم كتشوفوا ابره على ابره راه كتفرق، الابره ديال الليموراجي ماشي هي الابره ديال التسمم المعوي. بالنسبه للسيرو ماشي مشكل، واخا تكون حامله ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للابره، ابره على ابره كتفرق. حضروا بالكم، ردوا بالكم من هذه القضيه ديال الابره والدوايات، خاص الدواء يكون، ولكن دونوا بهاد المسائل في واحد الكارني، وكل حاجه عطيوها الحق ديالها. ملي كيكونوا الارانب العدد ديالهم صغير كتقول معليش، كتكون حافظ، ولكن من بعد حاولوا انكم تدونوا، ما تخليوش داك الشيء غير في الدماغ باش ما تنساوش. بحال دابا انايا هادي انا وصل التور ديالها انها انا كانت بوحدها، ما كانتش مع خوتها، كنت مقيد لها فوقاش غادي دير الليبرا ديال الليموراجي. انا دابا غادي نحاول نعطيها واحد الفتره، غادي ندق لها الليبرا ديال الليموراجي. الثمن ديالها هو 10 دراهم، انا كيحسبها لي ب 9 دراهم حيت الكليان ديالو. غادي نخليها ترتاح واحد 15 يوم، عاد نقدر ندق لها، عاد نقدر نزوجها مع الذكر، وباش داك الشيء ما يفوتش لها مع الحليب وياثر على الصغار ديالها. اذا الى عجبتكم هذه الحلقه تكيو على زر جيم، وتكيو على الجرس كي يصلكم الجديد، والى اللقاء في الحلقه المقبله. وكنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، مرحبا بكم في حلقه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.